حملة كبيرة من الإعلام المصري وبعض رواد السوشيال ميديا على مارسيل كولر، ناس بتطالب برحيله وناس بتقلل من اللي عمله في كأس العالم للأندية وناس تانية محملة اللاعبين والإدارة. السؤال هنا، مين هو سبب عدم حصول الأهلي على البرونزية في مونديال المغرب؟ وهل البطولة دي الأسوأ في تاريخ الأهلي ولا لأ؟ السلام عليكم. أكيد عرفت موضوع الحلقة النهاردة عن إيه، فسريعا كده خلينا سرد لك حكاية بسيطة عن الأهلي في المونديال وانت بنفسك اللي هتحكم هل كولر أثر في البطولة دي وقدم أداء سيء ولا لأ. بس فضلا قبل ما نبدأ الحلقة، يا ريت توحد الله وتصلي على سيدنا محمد واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. بص يا سيدي، لو هتتكلم عن رأيي فانا عايز اقولك ان الراجل ده اخر واحد ممكن تعتب عليه. عارف ان ممكن تكون في تغييرات عملها كانت غلط من وجهة نظرك، وعارف انه مغامر، بس دي الحاجة المميزة فيه. مارسيل كولر قدم افضل اداء للنادي الاهلي في تاريخه في كأس العالم للاندية. لو هنتكلم من اول البطولة، فهو لاعب بطل الكونكاكاف نادي اوكلاند سيتي، قدم اداء ممتاز جدا وقدر يفوز بنتيجة كبيرة وهي نتيجة 3-0، وتقريبا اوكلاند ما عملتش هجمة عليه وكان قادر يسيطر على المباراة بشكل عام. بعد ما عدى من اوكلاند اتجه الى بطل امريكا وهو نادي سياتل، وقدم مباراة عالية جدا عليه. الشوط الاول ما كانش افضل حاجة، ولكن اظهر انه مدير فني عنده رؤية ممتازة. بعد ما عمل 3 تغييرات قلبوا المباراة وقدرت تسجل بعدها ب10 دقائق هدف لمحمد مجدي قفشة. وكولر في المباراة دي فعلا كان قادر يكتف اللاعبين المميزين في فريق سياتل، وقدر يفوز بعد تغييرة عبقرية زي ما قلت لك اثناء المباراة، فدي مباراة برضو تحسب له. بعد ما فاز على سياتل اتجه لبطل اوروبا وهو نادي ريال مدريد، اللي قدرت تعمل قصاده اكتر من 5 هجمات اون تارجت، هجمات اهداف بمعنى الكلمة. لكن للأسف اتأكد كلام مارسيل كولر في البطولة دي وفي المباراة دي تحديدا، اتأكد كلامه لما قال انا محتاج مهاجم في الفترة اللي جاية ومفيش مهاجم اقنعني حتى الان، وفضلنا ندور على مهاجم معرفناش نتعاقد معاه وراح كاس العالم للأندية. ولكن مباراة ريال مدريد رغم اللي ما كانش عندك مهاجم وقدر يضيع كمية فرص غريبة جدا وقدام فريق ما ينفعش تضيع قصاده، وكان عامل جيم كبير امام انشيلوتي، وكانت مباراة صعبة لحد الدقيقة 90. ولو عايز تعرف ازاي القماشة اللي مع كولر مش افضل حاجة وكان محتاج مهاجم، اتفرج على مباراة الهلال السعودي وريال مدريد، 3 كور على الجول ب3 اهداف. شوف انت وصلت ب14 كورة في مباراة ريال مدريد، ما قدرتش تسجل غير هدف واحد وللأسف عن طريق ضرب الجزاء بمهارة فردية من حسين الشحات. وبشكل عام كولر قدم مباراة كبيرة بكواليتي اقل كتير من كواليتي لاعبي الهلال، واللي ما شافش ده يبقى فعلا منافق. نيجي بقى لمباراة فلامينجو، والمباراة الاخيرة اللي بتنافس فيها على الثالث والرابع، واللي كنت عايز فيها تفوز بالبرونزية التالتة على التوالي. المباراة دي الاهلي بدأ بداية سيئة جدا اول 10 دقايق. بعد ما علي معلول تسبب في ركلة جزاء الاهلي انتفض واللعيبة ما تهزتش، وقدرنا نوصل لجول المنافس اكتر من مرة، وقدر احمد عبد القادر يسجل هدف التعادل بضربة رأسية مميزة، ودي اللي ما كانتش موجودة برضو عند احمد عبد القادر، فدي تحسب برضو الكولر. ثم بعد كده شريف يحصل على ركلة جزاء ويضيعها علي معلول، بعدها يظهر احمد عبد القادر مرة تانية ويسجل هدف بمهارة فردية بحتة وهدف مميز جدا. بعدها يجي لك اكتر من فرصة تخلص بها المباراة زي فرصة تاو وانفراد محمد شريف، ولكن للأسف ما قدرتش تخلص، وده سبب كبير يخلي فلامينجو يرجع للمباراة ويتعادل وكمان يبقى فارق عنك بهدفين. وهمزة الوصل هنا اهدار الفرص. شغلة المدرب ايه؟ شغلة المدرب انه يوصلك للجول، شغلة المدرب انه يتعامل معك فنيا بشكل عالي ويحاول يزودك، ولكن في لعيبة هو ده مستواها، في لعيبة ما بتتغيرش تماما. ولو هتقولي انه كولر ما بيشتغلش على لعيبه فرديه، فانا عايز اقول لك اتفرج على حسين الشحات، واتفرج على محمد هاني، واتفرج على حمدي فتحي. فانا بقول لك في لعيبه بتقبل انها تتطور ولعيبه تانية ما بتحطش في دماغها تماما. خلاصه الموضوع ان عايز اقول لك ان الراجل ده عمل بطوله ممتازه على ابعد مدى، قدر يعمل مباريات كبيره باداء فن عظيم. راجل عارف مين هو النادي الاهلي، راجل ما بيدافعش. لو هتقارنه بموسيماني هقول لك ان كان موسيماني كان بيفوز وكان بيقدم اداء جيد، ولكن
ولكن بقدرة دفاعية أكبر من القدرة الهجومية. يعني مثلا الأهلي مع موسيماني في كأس العالم الأندية مفيش ولا هجمة أمام بايرن ميونخ كانت أون تارجت، ما قدرتش تسجل في بايرن ميونخ ولا حتى تشكل خطورة، ومعظم المباراة الكرة مع باير وإحنا بنلف حوالين نفسينا. ولكن مع كولر في مباراة ريال مدريد قدرت توصل وتكون أخطر في معظم فترات المباراة كمان. ولو هنتكلم عن مباراة فلامينجو هقولك إن كولر عمل مباراة كبيرة جدا أفضل من المباراة اللي عملها موسيماني مع فريق بالميراس. بالعكس كمان فلامينجو عندها لعيبة أفضل كتير جدا من لعيبة بالميراس، ولكن الأهلي كان متسيد المباراة وخسرنا المباراة بسبب أخطاء فردية بحتة. خلينا أقولك التجارب الأولى لمدربين النادي الأهلي في مونديال الأندية، أول مشاركة الجزئي سجل هدف واحد فقط، وأول مشاركة للبدري سجل هدفين فقط، ومشاركة محمد يوسف سجل هدف واحد فقط. لكن مشاركة كولر الأولى في الفريق سجل 7 أهداف، سجل في بطل الكونكاكاف وبطل أوروبا وبطل أمريكا الشمالية، وكمان سجل في بطل الليبرتا دوريس وقدر يحرجهم كمان. الفريق سجل 7 أهداف كأفضل سجل تهديفي للنادي الأهلي خلال جميع مشاركاته في البطولة. الفريق سجل 7 أهداف وضيع بالمقابل أكتر من 10 أهداف، أفضل سجل تهديفي عمله النادي الأهلي في البطولة. وحط تحت الكلمة اللي أنا هقولها لك دي 100 خط، الفريق بدون راس حربة اللي كان طالبه مارسيل كولر. واللي أنا اتكلمت كتير جدا وقلت محتاجين مهاجم، ولكن الناس انتقدتني وقالت لا شريف شغال، عندنا شادي، عندنا مش عارف ايه. وقلت لك وقتها ان كل مهاجمي النادي الاهلي شبه بعض، انا مش بقول لك لعيبه تمشي ولعيبه تقعد، ما جبتش سيره ده تماما، ولكن محتاجين لاعب مركز 9 مختلف عن اللي عندنا تماما. وبالمناسبه شريف لاعب مميز جدا ولكن في بعض المباريات، وشادي برضو نفس النظام، ولكن انا محتاج راس حربه يكون قوي هيدرز بيخبط، لاعب فعلا امكانياته كبيره ولاعب بكواليتي اكبر من اللي عندنا. الخلاصه صديقي في الموضوع ده كله، الاهلي قدم نسخه فنيه هي الافضل في البطوله، وطبعا ده باللعيبه اللي مع كولر، مش هقول لك اللعيبه وحشه، لا قدمت اداء مميز جدا، ولكن معظم المباريات اللي احنا خسرناها كانت بسبب اداء فردي بحت. وباكدها لك تاني، مارسيل كولر ممكن يكون تغييراته ما كانتش افضل حاجه، ولكن قدر يدير كل مباراه بشكل مثالي، وللاسف لن يذكر في التاريخ سوى النتائج. اللي زعل اننا دخلنا البطولة بشكل مفاجئ وقدمنا اجمل ظهور، وقدرنا نمثل افريقيا خير تمثيل، وقدرنا نحرق بطل اوروبا لمدة 90 دقيقة، ونلعب كورة على بطل امريكا الجنوبية، وفي النهاية نكون مركز رابع ونخسر الماتشين ب8 أهداف في مرمانا. الخلاصة في الموضوع ده كله من وجهة نظري، الكورة ظلمت مجهود مدرب كبير زي مارسيل كولر، وكمان في بعض الناس محملينه المسؤولية. اللي زعل فعلا ان الناس دي مش شايفة مدى الاضافة اللي قدمها مارسيل كولر من وقت توليه قيادة النادي الاهلي. مدرب ما خسرش من اي حد غير من بطل اوروبا واعظم فريق في العالم وبطل الليبرتا دوريس، وكان عامل مباراة افضل من الفريق بكتير جدا، وخسر باخطاء فردية بحتة. اخيرا كده انا خلصت كلامي، ليك انت الرأي، عايز تقتنع بكلامي كان بها، مش عايز انا محترم رأيك جدا. قولي بقى في الكومنتات الاهلي محتاج ايه في الفترة اللي جاية علشان يبقى اداؤه افضل ويصلح الاخطاء الفنية اللي عنده، وقولي هل انت مقتنع تمام الاقتناع بمارسيل كولر ولا متردد وشايف انه مش مناسب للنادي الاهلي. اخيرا اوعى تقفل الحلقة قبل ما توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام.